نصائح ديما ما يفاوش مع او اكسبير. معناها كما قلنا بكري اكبر نصيحه انكم ما تحكيوش بالتليفون كي تبداو تسوق. وزاد عدلوا الكليماتيزور نتاع كراهبكم خاطر يساعدكم على الكونسوماسيون نتاع ليسانس. معناها قبل ما تخرج مش تستحليه وكحل الكليماتيزور على الاخر. يلزم اونترتيان. يلزم اونترتيان ويلزم كيفاش تعدل الكليماتيزور نتاع كراهبتك. زاد ينصح به او اكسبير. علاش؟ خاطر تو ما نعرف الطقس سخون برشا والعباد الكل عطيها جوست حاجه بارده ما يهموش من بعد شنو يصير في كراهبتك. على خاطر كي تحط كي يبدا مريق الكليماتيزور تحط نيفو 1 في الكليماتيزور ما ياكلش برشا ايسونس. صحيح. كي يبدا مش معدل تحط في الكات يولي يجبد برشا. يجبد برشا وينجم يضرك حتى الكهرب. على ذيك هو او اكسبير يقول لكم عدلوا الكليماتيزور نتاعكم مليح مش ما تتسببوش من بعديك في ضرر للكهرباء نتاعكم وما تستحليوش البرد. ضرر للجيب. وللجيب بياسر. الكهرباء معناها مربوطه ديريكت بالجيب الحكايه. دونك كيما نصحنا ما نبقاوش نحكيو بالتليفون مش ما نبقاوش ما نحكيو جمله بالتليفون احنا نسوقوا. دونك زاد نعدلوا الكليماتيزور. هذوما النصائح نتاع اكسبير لليوم. سينورا ونصائحه ما يوفاوش ونحنا كل مره كل ما يعمل لي ابيل انا نعطيكم نصيحه. هذا اخر ابيل عملوا لي على حكايه الكليماتيزور تاع الكهرباء. تستعمل تليفون وانت تسوق. او اكسبير هذه النصيحه نتاعو. هذه النصيحه نتاع او اكسبير من اهم النصائح اللي ينصح بها او اكسبير. معناها كيما ننصحوا على الكهرباء شنو تعمل بالضبط كيفاش تبدل الزيت كيفاش السياقه تكون حتى او ليبي حطت او اكسبير اللي ينصح المستعملي الطريق والناس اللي تسوق للشوفور الكل اللي يسوقوا. معناها رد بكم تستعملوا التليفون وانتم تسوقوا راه تسبب في برشا حوادث في الاعوام اللي تعدات. هذه برمي نصيحه من النصائح ونصائح او اكسبير ما يفاوش كل مره هكا نطيشوا لكم نودوا لكم فوالا.